مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله بالخيرات أوقاتكم، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة ومع حدث جديد. في هذه الحلقة مشاهدي الكرام نتحدث عن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام السودانية الرسمية عن توقيع وإعلان الوثيقة السودانية التوافقية لإدارة المرحلة الانتقالية. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذن للحديث حول هذه الوثيقة التي يجرى تداولها في الإعلام الرسمي السوداني، يسعدني هنا في الاستوديو أن أستضيف المحلل السياسي الأستاذ الرشيد الساتي. أهلا وسهلا بك أستاذ رشيد. أهلا بك أستاذ العزيز، لك التحية وللسادة المشاهدين. أهلا وسهلا بك أستاذ رشيد. بداية، عندما قرأت العنوان بالنسبة لتوقيع الوثيقة تفاءلت كثيرا وقلت ربما يكون هذا يعني خطوة ثانية بعد الوثيقة الدستورية. يعني اليوم دخلت أيضا إلى موقع السنة وتفحصت أيضا الخبر وقرأته كاملا ولم أجد التوقيع من الجهات، لا المكونات المدنية ولا المكونات العسكرية. كيف يعلن عن وثيقة سودانية توافقية دون وجود الأطراف الفاعلة؟ هو في الحقيقة يعني هذا هو سؤال مهم جدا، كثير من الناس يعني تساءلوا عن قيمة هذه المبادرة وما الذي ستضيفه من أجل حل الأزمة السودانية الراهنة والتي يعني تطاول أمدها. ولكن هذه ليست المبادرة الأولى، هي حسب الذين يعني قادوا هذه المبادرة، اللي هو المركز الأفريقي للحوكمة والسلام والتحول الديمقراطي، وكذلك مركز دراسات السلام والتنمية بجامعة بحري. يعني هم تحدثوا عن أنه هذه هي محاولة لتجميع المبادرات التي موجودة الآن في الساحة، والتي يمكن لأول مرة نعلم أنها تجاوزت 70 تقريبا، 72 مبادرة. يعني هذا يعني ما هو إلا يعني انعكاس للحالة والتوهان الكبير الذي تعيشه الساحة السياسية السودانية، ومدى يعني عدم المسؤولية الكبيرة التي يتمتع بها كثير من اللاعبين الآن في الساحة. كثرة هذه المبادرات كما أشرنا من قبل هي تشي بأن وراء الأكمة وما وراءها هي محاولة، يعني كثير من المراقبين تحدثوا بأن كثرة هذه المبادرات هي محاولة للقفز فوق المبادرة الأممية، ومحاولة يعني وضع العراقيل أمامها من أجل إفشالها وعدم مضيها قدما. نحن ندرك تماما يعني في بداية ما أعلن السيد فولكر عن مبادرته وقدومه إلى السودان حصلت معارضة كبيرة جدا من القوى العسكرية، تحديدا من المكون العسكري، كانت ترفض هذه المبادرة في البداية، ولكنها رضخت في إطار تكتيكي وليس إيمانا منها بهذه المبادرة ولا رغبة منها في الانتقال إلى مربع آخر من مربع الانقلاب الذي وقع في 25 أكتوبر. فبالتالي أنا أعتقد أنه يعني تعدد هذه المبادرات هي يعني عبارة عن لعبة سياسية، الغرض منها هو يعني 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 عرقلة عملية الانتقال الديمقراطي والوقوف سدا منيعا أمام المبادرة الأممية أو المبادرة التي نطلق عليها المبادرة الثلاثية الآن، الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد. فهذا هو المشهد بشكل عام. نعم، لكن هم يتحدثون عن وجود 32 مبادرة، وحسب البيان أو حسب ما أعلن في المؤتمر الصحفي بأن الباب مفتوح أمام يعني أمام بقية المبادرة التي تجاوزت 72 مبادرة. يعني هل سعت هذه الوثيقة إلى الجمع بين القواسم المشتركة لكل هذه المبادرات أم أنها في صيغتها أيضا مبادرة جديدة؟ هي تحدث يعني الذين صاغوا هذه المبادرة تحدثوا عن أنهم قاموا برصد جميع نقاط الاتفاق بين هذه المبادرات الموجودة في الساحة السياسية السودانية. نعم. وكذلك نقاط التباين، ويقولون أنهم يعني يحاولون الآن في تجسير الشقة بين هذه القوى في النقاط التي فيها تباين وتباعد بين مقدمي المبادرات. نعم. ولكن الناظر الآن لتفاعل أصحاب المصلحة الحقيقيين
مع هذه المبادرة يرى عكس ذلك. يعني كثير أولا يعني الأحزاب السياسية كثيرين حضروا هذه المبادرة ولكن رفضوها جملة وتفصيلا. الأحزاب السياسية الفاعلة، قوى الحرية والتغيير كانت قد أخرجت بيان يوم 18 أو 17 أبريل أمس نعم أول أمس تقريبا، يعني وضحت فيه الشروط الرئيسية والتي يعني سترفعها مكتوبة إلى الآلية الأممية، فيها نقاط واضحة جدا لم تتطرق إليها هذه المبادرة. هذه محاولة للالتفاف، يعني قوى الحرية والتغيير في مبادرتها تحدثت بشكل واضح جدا عن ضرورة تهيئة المناخ لإجراء أي حوار للانتقال الديمقراطي في السودان. هذه النقاط على رأسها يعني رفع حالة الطوارئ وعدم التعرض للمتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين، سواء كان من لجنة إزالة التمكين، سواء كان من قادة القوى السياسية أو حتى من أعضاء لجان المقاومة الشباب الموجودين في الشارع. هذا لم يحدث، بل زاد القمع في آخر مظاهرات. شاهدنا كيف كان القمع، لم تفي القوى العسكرية في السودان بهذا البند. أطلقت يعني إشارات بأنها ستنفذ هذا الطلب ولكن لم يحدث شيء، إنما عكسه ما حدث. أضف إلى ذلك بأن هناك طلب أساسي بأن الجهات المسموح لها استخدام العنف بأي شكل من الأشكال يجب أن لا يكون بيد القوى العسكرية في حال رفع حالة الطوارئ، إنما بيد سلطات النيابة وسلطات القضائية الموجودة في السودان. كل هذه الأمور لم تتحقق، هذه المبادرة لم تشر من قريب أو بعيد إلى هذه النقطة. في تلافيف هذه المبادرة إذا ما أعدنا قراءتها مرة أخرى ستجد بأن كثير من النقاط الهامة لم يتطرقوا إليها. على سبيل المثال محاسبة المسؤولين حول الشكل أيضا، نعم يعني الجرائم التي ارتكبت في الفترة السابقة، محاسبة من ارتكبوا هذه الجرائم أو هذه العملية الإنقلابية في السودان، من المسؤول عنها. يعني عندما يتحدثون الإشارة واضحة جدا في هذه المبادرة بأنهم سيتم تكوين مجلس سياسي سيادي من 11 شخصا، هي 14 قلصت ل 11 شخصا، وهذا استيل ما زال مجلسا مترهلا. المبادرة التي يعني تقدمت بها قوى الحرية والتغيير والحادبين على أنه انتقال حقيقي وهياكل حقيقية، بأن يكون عدد قليل جدا 5 أشخاص وما إلى ذلك، ثم أن الشراكة مرفوضة تماما مع العسكريين، يجب أن يكون هنالك. هل هذا الحديث لدى كل المكونات السياسية أم لدى أحزاب سياسية بعينها؟ هذا الحديث هو لدى قوى الثورة الداعية للتحول والانتقال الديمقراطي في السودان الذين وقعوا على هذه المبادرة. كل الحاضرين بينهم عامل مشترك واحد اللي هو أنهم يا إما يعني داعمين لهذه الإجراءات الإنقلابية أو مشاركين فيها بشكل أو آخر. يعني أحد المكونات التي وقعت على هذه الوثيقة هي حركة العدل والمساواة، وهي من الحركات التي وقعت على اتفاق السلام في جوبا، ومن الحركات التي مهدت وشاركت وطالبت بالبيان العسكري للقيام بالانقلاب ضد الحكومة المدنية، في حين أنه حركة العدل والمساواة هي فصيل رئيسي ومؤثر وأساسي في الجبهة الثورية التي لديها مبادرة أيضا. وحتى بالأمس تحدث يعني المتحدث باسم هذه الجبهة بأن لديهم مبادرة شاملة وكاملة وهم لم يوقعوا على هذه المبادرة. فبالتالي هو هذه المبادرة هي عبارة يعني هي ليست، أنا أعتقد أنها ستضيف حلا للأزمة السودانية، بل إنها ستزيدها تعقيدا باعتبار أن هنالك الآن أصبح هناك يعني ضغط كبير جدا. وإذا شاهدنا يعني وسائل التواصل الاجتماعي وجدنا هناك حملات كثيرة من التخوين لكثير من القوى ضد بعضها البعض، وهذا يخلق يعني إرباك كبير للساحة السياسية السودانية ومزيد من التعقيد للمشهد الراهن الآن بالوضع. نعم أستاذ رشيد، في إطار الحديث حول أيضا المبادرات، اليوم أيضا كان هناك لقاء بين مجلس حكماء السودان مع رئيس مجلس السيادة. سنذهب مشاهدي الكرام إلى متابعة التغطية ثم نعود إليكم. أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. إذا أستاذ رشيد الذي متحدث باسم حكماء السودان يبشر الشعب السوداني بانفراجة قريبة في السودان، ما هي الملامح برأيك؟ يعني التبشير بانفراجة قريبة في أزمة المشهد السوداني السياسي الآن
يعني هذه الجملة سمعناها في الأيام الفائتة من المبادرة الثلاثية بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد، هي نفس الجملة ونفس الحديث، وهذا حديث يعني أنا أعتقد أنه يفتقر إلى الواقعية السياسية. الوضع الآن في السودان يجب أن ينظر إليه على ما هو عليه، الوضع معقد جداً، ما زالت القوى العسكرية برغم الأحاديث الإيجابية التي يطلقونها ولكنهم متمترسون في مواقعهم. الآن إذا عدنا إلى المبادرة الأخيرة هذه التي تحدثت عن عن, 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 عن تجميع المبادرات، يعني القارئ لهذه المبادرة لا يرى فيها يعني أي، يعني لم تتحدث عن أي ضمانات قانونية أو سياسية لتنفيذ هذا الأمر. من هو الضامن لهذه، يعني هم تحدثوا عن أن الضامن هي القوى السياسية والمجتمعية والأهلية الموقعة على هذه المبادرة. أي مبادرة؟ لكن يعني كل هذه مكون مدني، كلها تعد مكونا مدنيا. نعم، ولكن هي لا تحسب كذلك. يعني نحن عندما نتحدث عن 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 المكونات الموجودة في السودان، نحن نتحدث عن مكونات راغبة في التحول الديمقراطي ومكونات متماهية وإن كانت مدنية تتماهى وتدعم الخيار الانقلابي العسكري. بالتالي هي نحن نتحدث عن مبادرات لقوى ثورية، لقوى راغبة في انتقال حقيقي للسلطة المدنية في السودان، وبقوى تبحث عن 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 مقاعد لها، سواء كان ذلك عن طريق تحالف مع مدنيين أو مع عسكريين. بالتالي يعني 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 هم تحدثوا عن الضامن لهذه المبادرة هو الذين وقعوا عليها، والذين وقعوا عليها كما أسلفت بأنهم جميعهم يعني للأسف الشديد هم إما يا داعمين لهذه السلطة الانقلابية يا إما هم أصلا مشاركين فيها. بالتالي لا ضمانات، ليست هناك ضمانات سوى الذين وقعوا عليها، وما الذي يضمن بأن العسكري كان هناك شراكة سابقة عقب الثورة، وكانت هناك وثيقة دستورية تحكم العلاقة بين العسكريين والمدنيين وانقلب عليها العسكر. ليست هناك ضمانة حقيقية. أي مبادرة، يعني كثيرين ينظرون إلى هذه المبادرة أو الوثيقة السودانية لتجميع المبادرات كما يطلق عليها، ينظرون إليها بأنها مخطط من القوى الانقلابية وفلول النظام السابق للقفز إلى الأمام وتخريب المبادرة الأممية. أي محاولة لوصول إلى وفاق أو حل في القضية السودانية دون شراكة الأمم المتحدة وضمانها لها، أنا أعتقد أنه لن يكتب لها أي نجاح أو تقدم. طيب بالتالي مثل طيب هذه أستاذ رشيد، يعني لنكون أيضا أكثر واقعية، متى دخلت الأمم المتحدة في ملف وأنهته تماما وأوجدت حلولا لأزمته؟ أمامنا أكثر من ملف دخلت فيه الأمم المتحدة وتركته مفتوحا، يعني إن لم تكن متماهية مع طرف دون أطراف أخرى. يعني في الملف السوري ما يزال مفتوحا، الملف اليمني ما يزال مفتوحا إن كان هنالك تماهي أيضا مع الميليشيات معينة، في ليبيا كذلك، في فلسطين أيضا كذلك. متى نجحت الأمم المتحدة في أي من ملفاتها؟ نعم، هي في الحقيقة في كافة الملفات التي ذكرتها لم تحرز التقدم المطلوب. إذن يظل الرهان هو على نعم أبناء الشعب. يعني أتفق معك تماما، ولكن الاختلاف الآن بين الوضع في السودان وبين ما ذكرته أنت من ملفات، الملفات التي ذكرتها يمكن هي ملفات شائكة جدا، ارتقت إلى حروب امتدت لسنوات وحروب أهلية وقتل وسفك للدماء وما إلى ذلك. أنا أعتقد إنه الثورة السودانية نجحت فيما لم تنجح به الثورة في ليبيا أو في اليمن. على الأقل هي في ليبيا الثورة أنتجت حرب أهلية، وكذلك في اليمن يعني انقلب الحوثيون على الثورة اليمنية ومكونات أخرى، ولكن في السودان بعكس ذلك تماما، تمكنت الثورة السودانية من إنجاز أهم ملف أنا أعتقد في السودان، هو إيقاف الحرب الدائرة في دارفور منذ عام 2003. نعم لم تكتمل عملية السلام بالشكل الكامل، هنالك ما زال فصيلين، ولكن هنالك رغبة أكيدة من الجميع للعبور من مربع الحرب إلى مربع السلام الشامل والكامل الذي يرضي ويلبي يعني طموحات وتطلعات كل المتأثرين بهذه الحروب. الأمر يعني إذن أنتم يعني أنت تتحدث عن الأمم المتحدة كضامن لعملية الانتقال السياسي. نعم، في السودان. نعم، ضامن إقليمي وأيضا وضمانات إقليمية وضمانات أيضا دولية. نعم، إذ لا يمكن أن يكون هنالك إنجاز ما لم يكن هنالك ضمان، وضمان أيضا يتعلق بمن يستطيع أن يؤثر
بشكل فاعل في المشهد. نعم، هنا يعني الآن إذا قلنا أن لماذا لا أقول أنا حتى هذه في هذه المبادرة تحدثوا بأن الحالي يجب أن يكون سودانيا خالصا. حينما أتى فولكر هو لم يقل بأنه آت بحل، إنما هو جاء عن مشاورات في مشاورات سودانية. يعني حتى كلمة أنه يجب أن يكون الحل سودانيا هذه كالذين يرفعون المصاحف على أسنة الرماح. المبادرة الأممية لن تفرض حل، وهو قال أنه لن يفرض حلا، إنما هو في ذات الإطار الذي يتحدثون عنه. ولكن للأمم المتحدة وهذه المبادرة مدعومة من المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي حول السودان، وبالتالي لديها القدرة على الأقل على الضغط على أي مكون يحاول أن يفرض أجندة انقلابية. الآن هذه المبادرة تتحدث بشكل واضح عن ضرورة الانتقال الديمقراطي المدني في السودان، وهذا هو مطلب الثورة السودانية، مطلب الشارع السوداني والشعب السوداني وكل القوى الحادبة على مصلحة الشعب السوداني بأن يكون هناك انتقال حقيقي في السودان، أن يكون هنالك استقرار في السودان. ولكن عمر الانقلابات لم تحدث يعني استقرارا في أي مكان. إذا لم يكن هناك ضامن دولي، هنالك عقوبات كثيرة يعني فرضت على السلطة الانقلابية في السودان. إذا تركوا وكان هنالك عدم عقوبة وعدم يعني حصار عالمي كما حصل النظام البشير وما إلى ذلك، سيعبثون بكل ما يحصل. الآن إلى الآن لم يتمكنوا من تعيين رئيس وزراء، لم يتمكنوا من المضي قدما خطوات، والآن يأتون بهذه المبادرة هم أنفسهم لتخريب هذه المبادرة. أنهم يعلمون جيدا بأن مبادرة الأمم المتحدة هي يعني في طريقها بشكل أو آخر إلى تحقيق نوع من الإنجازات. عندما انقلبوا على الحكومة المدنية، هم عندما رأوا أن الحكومة المدنية أصبحت تحقق تقدما ملموسا في كثير من الملفات، لم يحتملوا ذلك، ولم يحتملوا أن يكون هنالك مكون مدني يكون على رأس السلطة في السودان. تعودوا دائما أن يكون هنالك عسكري يجلس على سدة الحكم في السودان، فانقلبوا على الحكم. الآن هم في ورطة كبيرة جدا. الآن هم يبحثون عن مخارج، وواحدة من هذه المخارج يعني عندما تحدثت ما هي الضمانات، هل هذه المبادرة التوافقية التي تحدثوا عنها هل قادرة على يعني تخفيف مخاوف العسكريين مما سيحدث حالة انتقال ديمقراطي حقيقي في السودان؟ هل هي قادرة على توفير ضمانات للمدنيين بأنه لن يحدث أي انقلاب بعد 5 أو 6 أو 3 صحيح. أشهر هم قادرين على ذلك. حتى يعني حتى في الحكومة حتى في الحكومة الحكومتين السابقتين لم يكن هنالك أيضا ضمان، ومع ذلك حصل الذي حصل. كان هناك ضمان دولي، ولكن الآن على الأقل هنالك المجتمع الدولي يمارس ضغوط على الحكومة الإنقلابية في الخرطوم. الآن ماذا سيفعل؟ هذه المراكز التي تقدمت بهذه المبادرات هي مراكز مدنية، تعتبر في النهاية مراكز أكاديمية وبحثية تابعة لجامعات وما إلى ذلك، ليست لديها السلطة أو القدرة. سبق أيضا أن قدم أكاديمية والسودان أيضا السودانيون تقدموا بذلك. والآن هم تحدثوا عن 72 مبادرة موجودة، هم لم يجلسوا إلا مع 32 والبقية يرفضون ما يحدث الآن لعلمهم التام بما يمكن أن يؤدي إليه مثل هذا العبث. الآن حمتي منذ يومين فيديوهات منتشرة على كافة الوسائل بأنه يتحدث أنهم يقولون العسكر للثكنات وهم يسنون سكاكينهم كما ذكر. إذن هنالك توجس وخوف بين كافة الأطراف بأنه سيكون هناك أيضا. نعم. الحديث قال أنه يكره السياسة والسياسيين يعني. نعم، فهذا حديث خطير، وليس هنالك أي طيب كيف يعني يمكن للمكونات المدنية والسياسية أن تتلقى مثل هذه التصريحات؟ يعني في الأخير أنت مكون، شئت أم أبيت أنت مكون الآن موجود، والمكون الموازي لك هو مكونا مدنيا، ويجب أن تكون هنالك من العلاقات ومن أيضا المفاوضات والجلوس مع هذه المكونات تكون أيضا بنفس سياسي طويل. وكيف أن شخص يكره السياسة والسياسيين ويأتي ونطالبه بأن يجلس مع السياسيين؟ نعم، هذا هو الإشكال. يعني هو هذه يعني في هذه المبادرة، حتى يعني المبادرة التوافقية، أنا سعود لهذه الجزئية صربطها بنقطة لم اسمها الوثيقة السودانية. يعني حتى في أي بند من بنودها لم يتطرق من قريب أو بعيد لإصلاح. تحدث عن قومية المؤسسات العسكرية ولم يتحدث أبدا عن إصلاحها، وللأسف يعني عقيدة القوات العسكرية في السودان تحدث عنها الكثيرين ونعرفها، وتتحدث عنها أفعالهم،
الانقلاب على السلطات الديمقراطية في السودان، ثلاثة ديمقراطيات ينقلبون عليها، القتل والسحل في الشوارع يعني بدم بارد، يطلقون الرصاص على المتظاهرين العزل لا يحملون أي سلاح، فقط لافتاتهم، وسلمية سلمية، ليس هناك شيء آخر. هذه هي العقيدة. يجب أن تكون القوات العسكرية السودانية أن تؤمن بأن دورها محدد تماما بحماية تراب السودان من أي اعتداء خارجي، هذا هو الدور الأساسي والرئيسي، وحماية تراب الوطن وتأمينه وما إلى ذلك. ولكن أن يتسلطوا على الشعب السوداني بهذه الشاكلة، لا نعتقد على الإطلاق بأنهم يعني جادين وصادقين. تحدث الأستاذ رشيد حول الجبهة الثورية، وأيضا لها مبادرة وأكثر مبادرة، وكان لها طبعا الجبهة الثورية كان لها لقاء بإحدى المجموعات النسوية في الخرطوم، ورفقت هذه أيضا تغطية إعلامية. مشاهدي الكرام، نذهب إلى التغطية الإعلامية المختصرة للجبهة الثورية ثم نعود إليكم. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. أستاذ رشيد، استمعت أيضا إلى تعقيب أو حديث الجبهة الثورية، وحديث أيضا حول الوثيقة السودانية التي يتم تداولها. نعم، هذا ما ظلنا نردده يعني حتى ذكرت أيضا قبل أن تستمع إليه. نعم، يعني الجبهة الثورية في نفسها، يعني هو تحدث عن المبادرة التي طرحتها الجبهة الثورية وعن أهمية إنفاذها والالتفاف حولها، وجلسوا مع رئيس السلطة الإنقلابية، ثم تحدث عن أن هنالك مبادرة لم يتم إخطارهم بها، وأن هناك مكونات من الجبهة الثورية جلست. وأنا استغرب أنهم يتقدمون بمبادرة، وتحدثون أنهم يتقدمون بمبادرتهم هذه في ظل الأزمة السياسية المتفاقمة في السودان الآن، وهم أسوأ أساس هذه الأزمة. يعني هذا الانقلاب هم المشاركين الأساسيين فيه، وهم الحاضنة الأساسية. لا يوجد الآن في كافة موقعي اتفاق سلام جوبا موجودون الآن في هذه السلطة الآن التي يرفضها الشارع، فبالتالي يعني مبادرة الجبهة الثورية هي مردودة عليها، ليست ذات قيمة وليست محايدة، وإنما وكل يغني على ليلة. هذا من وجهة نظر من؟ هذا الواقع يحكي عن ذلك. أنت لا يمكن أن تحدث أزمة وتحدثني عن أنك تأتي لحلها من دون أي تفاصيل. ما هي تفاصيل؟ هو يتحدث الآن عن ربما يتحدث حول الوثيقة السودانية التي جرى التوقيع. نعم، هو أشار إلى مبادرة الجبهة الثورية التي يعني تقدموا بها، وعرج على أن هذه المبادرة الغريبة التي لم يسمع بها أحد. وحقيقة هذه المبادرة يعني أمرها غريب، يعني في ديباجة هذه المبادرة التي وقعت أمس في منبر سونا تحدث عن فقط للتأكيد. نعم، الوثيقة وليست مبادرة. الوثيقة. نعم، لنقول الوثيقة. نعم. أوكي. عبرت، هي تحدثوا في ديباجتهم أنها عبرت عن معظم قضايا ورؤى القوى السياسية السودانية. من هي معظم هذه القوى؟ إذا كان القوى الأساسية الفاعلة والرافضة للأمر نفسه من البداية وصاحبة الحق في الشارع الآن، والشارع السياسي السوداني الآن الذي والشباب الذين يتظاهرون الآن، ثم يتحدث عن 72 مبادرة منها فقط 30. نعم، التي نعم، بغض النظر عن عدد المبادرات، حتى وإن لم تكن هناك إلا مبادرة الأمم المتحدة، يعني حتى المبادرة ديباجتها مضللة ولا تحكي عن واقع، وكل كما ذكرت يغني على ليلة، وليلى لا تقن له بذلك. نعم، ليلى لا تقن لهم بذلك. الآن الأخ من الجبهة الثورية يتحدث عن أن هنالك بشريات قريبة، لقد مللنا من سماع هذه. تتحدث مجلس الحكماء الذي تحدث. نعم، وكذلك وحتى هذا الممثل الجبهة السورية الذي تحدث الآن على الشاشة يتحدث عن ذات الجملة. يبدو أنهم يطلقون هذه الكلمات الرنانة والرومانسية. ولماذا لا نتفائل؟ نعم، نتفائل بأن يكون هنالك حل، ونتمنى أن يكون هنالك حل، ولكن العبث الذي يحدث الآن ومحاولة يعني تعطيل مسألة الوصول لحل، ماذا نفهم من وجود 72 مبادرة على الساحة؟ كيف ومتى سيتم تجميعها؟ يبدو أن كل حزب لديه مبادرته الخاصة. أنا يعني حتى الأحزاب، هل تأتي الأحزاب بهذا العدد؟ أنا أعول على 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 قوى الحرية والتغيير على الأقل، هي مجموعة مكونات سياسية متفقة فيما بينها كلها على مبادرة واحدة.
تفاوض حولها، تستصحب رؤى الشارع. إذا أعدنا قراءة بيان قوى الحرية والتغيير، هي يعني تصطف تماما مع مطلوبات الثورة ومطلوبات الشارع، ولا تتراجع عن ذلك وتقوله بشكل واضح. الأخ من الجبهة الثورية يتحدث عن 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 المبادرة، وهو في نفسه فصيل من فصيل الرئيسي في الجبهة الثورية، قوى حركة العدل والمساواة، موقعة في مبادرة الأمس، وهو يقول إنه لم يسمع بها. فبالتالي يعني هذه يعني ربما المشهد السوداني خاصة في الجانب السياسي في كثير من الخيوط المتشابكة، يعني حتى قد تعقد القارئ من خارج المشهد السوداني أو من خارج السودان، يجد مثلا الخطاب الجبهة الثورية لديها مبادرة، على عكس الخطاب الآخر الذي تحدث يعني به الآن حزب الأمة لديه أيضا مبادرة، يظهر المجلس السياسي يعني بوجهة نظر معينة، بينما يظهر أمينه العام أو رئيسه بتوجه معين أو وجهة نظر محددة. الحزب الشيوعي كذلك لديه قيادات تتحدث بوجهة نظر محددة أو أشخاص معينين، بينما الآخرين لديهم وجهات نظر أخرى. يعني هل وصلت التجزئة إلى مستوى الكيانات الحزبية والسياسية داخل السودان؟ أقول لك في هذه الجزئية تحديداً، أولاً يعني هنالك نعم، هل تتفق معي بداية؟ نعم هنالك يعني الجبهة الثورية لديها الآن رأي، وأيضاً وهي موقعة بيوم أمس، والأخ يتحدث عن نعم أن الوثيقة جاءت يعني على غير تطلعات الشعب السوداني. يعني بكل أسف يعني يمكن ما ذكرته صحيح في كثير من جزئياته، ولكن الأمر هناك الآن في السودان هنالك فسطاطين، يعني هنالك اتجاه لقوى كما ذكرت في بداية الحلقة هي داعمة للتحول الديمقراطي مؤمنة به، وقوى وإن كانت مدنية لا تؤمن بهذا الجانب وتتماهى مع القوى العسكرية. بالنسبة لما ذكرته عن رئيس حزب الأمة المكلف اللواء بورما والأمين العام لحزب الأمة الأستاذ الواثق البرير، يمكن موقف حزب الأمة إذا اطلعت على بياناته واضحة جليا. المجلس السياسي على عكس نعم، يعني أولا حزب الأمة من المكونات الرئيسية والأساسية في قوى الحرية والتغيير، وفي كل البيانين تحدث بشكل واضح، أوضح أنه مؤسسات الحزب لم تتخذ أي قرار ولم توافق ولم تشارك في هذه المبادرة، لديها بيانات واضحة، لديها مبادرة واضحة متفقة فيها تماما مع مبادرة المكون الذي تنتمي إليه وهي قوى الحرية والتغيير. وحتى اللواء بورما يعني تحدث بأنه وقع على هذه المبادرة بصفته الشخصية باعتبار أنها تجميع لمبادرات وليس طرح لحل جديد، ولكن للأسف هذا ليس ما يعكس الواقع، هي رؤيته الشخصية لا تمثل حزب الأمة. بمعنى أنه الحزب الشيوعي السوداني كان موجودا في قحط، خرج منها بمسببات ذكرها في حينه، ولديه رؤية مختلفة، ولكن في النهاية يحسب أنه من قوى القوى المدنية المساندة للثورة والتي يعني تدعوه لإسقاط هذا الانقلاب. وهناك خلافات بينه وبين قحط ربما، ولكن في النهاية نحن الآن يعني في يجب أن نتحدث عن توحيد، وعندما يتحدث أي شخص عن توحيد يتحدث لنا عن توحيد القوى التي ترفض هذه الإجراءات التي تمت في 25 أكتوبر، وليس توحيد القوى المدنية. لا تتحدث لي عن توحيد قوى مدنية، لأن هناك قوى مدنية لا تؤمن بالديمقراطية للأسف، هي قوى عسكرية في لباس مدني، هذا ما يمكن أن أصفها به. ولكن المبادرة الأوفق سواء كان السيد اللواء بورما أو أي قائد سياسي يريد أن يضع حلول لهذه القضية، أن يتجه لتوحيد القوى الرافضة لانقلاب 25 أكتوبر من أجل العبور لانتقال سياسي مدني في السودان يحقق إنجازا وطنيا يعني يسعد الذين يقفون الآن في الشوارع. نعم، بمعنى أن الحالة السودانية من الانقسام والتشتت انعكست حتى على مستوى الأحزاب السياسية والمكونات السياسية، وهذا شيء طبيعي. نعم هي في, في, في أجواء مثل هذه شيء طبيعي. ما هي الفكرة أو الغرض من كثرة هذه المبادرات وتشبيكها ومحاولة خلط الأوراق في بعضها البعض؟ واحدة من الاستراتيجيات التي تتبعها السلطة الانقلابية وفلول النظام السابق هي أولاً إطالة فترة هذه المفاوضات للوصول إلى اتفاق.
بغرض يعني خلق انشقاق بين هذه القوى التي تعارضها ومحاولة يعني خلق تباعد بينها مما يمكنها من السيطرة على الوضع بشكل مريح. يعني هي في النهاية تريد أن يكون هناك ليست هناك وحدة بين هذه القوى. هذه المبادرات الآن أنت قد تكون اطلعت على 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 وسائل التواصل الاجتماعي والحملة الشعواء التي أصبح يقودها المكونات السياسية أو منتسبي المكونات السياسية ضد بعضهم البعض. هذه الحملات هي أنا أعتقد أنها في مصلحة القوى الانقلابية وليست في مصلحة الشعب السوداني ولا في مصلحة عملية الانتقال السوداني والوصول إلى اتفاق بين هذه القوى من أجل فرض قوتها. نعم. يعني نحن منذ الصغر يعني أنا أتحدث أيضا عن تجربة كانت حتى في اليمن تجربة اللقاء المشترك. هذا اللقاء المشترك جمع بين كل الأحزاب السياسية وشكلت له هيئات وأيضا لجان محددة، فكانت المعارضة بالكامل تتحدث من خلال اللقاء المشترك. لماذا لا تنضوي كل المكونات السياسية السودانية المدنية تحت إطار معين، تحت لقاء معين، تحت مسمى معين وتطور، أو حتى مثلا في مكونة القوى الحرية والتغيير، ويعني يتم معالجة القصور في أداء القوى الحرية والتغيير بحيث أنها تحتوي بقية المكونات السياسية وتعالج الخلل الذي كان دائما ما يتطرق إليه الدكتور عبد الله حمدوك في أكثر من خطاب ويتحدث حول القوى الحرية والتغيير. لماذا برأيك؟ هو طبعا يعني هذا الأمر السؤال الذي يطرحه الشارع، يعني رجل الشارع الآن يطرح هذا السؤال ويجيب بنفسه بأن كثير من هذه القوى يعني هي ترغب في تحقيق مكاسب ذاتية، لا يهمها أبدا ما يحدث، هي همها أن تحقق مكاسب، سواء كان أن تستحوذ على السلطة أو على الثروة أو أن تجلس على مقعد الرجل الأول وأن تكون مشاركة. ما بماذا يمكن أن نفسر الآن موقف الدكتور جبريل؟ كثيرين وضعوا عليه آمال كبيرة، رجل يعني حارب وقاتل نظام الإنقاذ لسنوات عديدة وحمل السلاح وحتى هذه قوى الحركات المسلحة جميعا، وما كان لهم أن يدخلوا الخرطوم ولا كانوا يحلموا أن يحضروا إلى الخرطوم، كانوا محصورين في مناطق معينة وتعرضوا لهزائم كثيرة جدا، ويعني كان وضعهم بائسا. ولكن الذي أتت بهم الثورة حينما حضروا إلى الخرطوم ورأوا أن القوى الإنقلابية لا تعد هذه ثمرة من ثمار الثورة. نعم، ولكن هذه يعني أن يتحول الحوار بين المكونات من حوار الفوهات البنادق إلى حوار البرامج السياسية، حوار حتى التعاطي الإعلامي والتغريدات الإعلامية المنشورات. نعم. في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني هذه تحسب للثورة السودانية. نعم، وكما ذكرنا هم ما كانوا يحلموا بأن يحضروا إلى الخرطوم ويمارسوا عمل مدني لولا نجاح هؤلاء الشباب في إسقاط نظام البشير، ولكن للأسف الشديد يعني هذه هي اللعبة السياسية، ما يطلق عليها اللعبة السياسية القذرة، هي أن تسعى خلف مصالحك الذاتية، الغاية تبرر الوسيلة. نعم، وتنسى آلام شعبك. يعني هذه الثورة عندما انطلقت وكان أبرز شعار فيها هو إضافة إلى ذلك يا عنصر مغرور كل البلد دارفور. يعني كانت هذه الثورة يعني تحمل في قلبها وبين جنباتها دارفور وإنسانها الذي يعني ظل يتعرض إلى الظلم والقهر والإبادة الجماعية. نعم. تأتي أنت وتشارك في سلطة انقلابية، هؤلاء الناس الذين موجودون على قمة السلطة هم كانت الأزرع القوية للنظام السابق. نعم. بالتالي يعني للأسف الشديد يعني كثير من القوى المدنية كما قلت لك هي تبدو مدنية ولكنها في داخلها قوى يعني تؤمن بالحلول العسكرية. نعم. أستاذ رشيد، أنت أيضا تحدثت في حلقات ماضية من خطورة ملشنة القبيلة أو اللجوء إلى يعني تحويل الدولة إلى مكونات قبلية بالتالي وإحياء نعرة القبيلة بين المكونات السودانية، وهذا طبعا ما تطرقت إليه ندوة صراع الهوية بين التماسك الوطني ودولة أو دولة القبيلة. نحن في نهاية الحلقة لا يسعني أن أشكرك أستاذ رشيد في هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن أكثر من محور، المحور الأساسي هو الوثيقة السودانية التي جرى التوقيع عليها وتناولها على نطاق واسع في وسائل الإعلام السودانية. مشاهدي الكرام، نختم هذه الحلقة بمختصر للندوة التي أقيمت حول صراع الهوية وتماسك القبيلة والدولة.